لاحظت حركة غير اعتيادية في معسكره، مجامع تتحرك، لا أعلم إلى أين. أمعنت النظر في وجوههم، وكان الخزي قد أكل وجوههم. يمشون مشية ثقيلة، متأطئين الرؤوس، كأنهم لا يريدون أن يراهم الحسين عليه السلام. ظننتهم يريدون إحدى الخيام فلاحقتهم، ولكنهم اجتازوها حتى وصلوا إلى حدود المعسكر. هل كانوا يريدون استكشاف المنطقة على الحدود؟ لا، لقد أكملوا طريقهم وابتعدوا عن المعسكر. كانوا يجرون سيوفهم على الأرض كأنهم لا يريدون القتال. يا إلهي، إنهم يتركون الحسين عليه السلام. عدت راكضا إلى المعسكر، فوجدت الحسين عليه السلام منكسا برأسه. شعرت باختناق في صدري، رأيت طفلة كانت تراقبه من بعيد، وكم كسر قلبي حالها حين رفعت طرفها إلى السماء وقالت ببكائها: اللهم إنهم خذلونا فاخذلهم، ولا تجعل لهم دعاء مسموعا، وسلط عليهم الفقر، ولا ترزقهم شفاعة جدي يوم القيامة. ثم هرولت إلى المخيم وهي تبكي، فاستقبلتها عمتها واحتضنتها وشكت لها حال أبيها وكيف خذلوه. فصاحت العمة: وجداه وعلياه، وحسناه وحسيناه، وقلة ناصراه. ولما علا بكاؤهن أتاهن الحسين عليه السلام مسرعا، ولاحظت دموعه تتقاطر من لحيته المباركة، وسألهن: ما هذا البكاء؟ ولم تعلل المخدرة سبب البكاء، بل أجابت بطلب زاد الحسين عليه السلام همّا فوق همه، حين قالت: يا أخي، ردنا إلى حرم جدنا، ردنا إلى حرم جدنا.